لم يعد الأمر مزحة. لقد عادت الإمامة بحذافيرها. هذه المرة حملتها جماعة الحوثيين وجاء ما عرف بقانون الخمس ليؤكد حقيقة راسخة في ذهنية الذين ظنوا أن دولة اليمنيين وثروتهم مشروع فيد وغنيمة بالنسبة للذين أدمنوا الاستعلاء وادعاء الحق الإلهي وولاية البطنين. لم تمر فعلتهم مرور الكرام، فقد شهد اليمن حراكا فكريا نخبويا وشعبويا واسعا إزاء قانون الخمس الذي أعاد للأذهان تاريخ الإمامة ونهبها لثروات الرعية عبر التاريخ. شباب وأحزاب وتيارات وجهات رسمية وبرلمانية، كان للجميع موقف واضح إذا ما اتفقوا على أنه تهديد للذات اليمنية. فبموجب هذا القانون يتقاطر الهاشميون أو الهاشميون من كل مكان إلى اليمن لنهب خمس ثروات الشعب الفقير الجائع المنهك. حول عودة الإمامة وقانون الخمس وردود الفعل الفكرية والسياسية ستكون حلقتنا لهذا الأسبوع. لكن مشاهدينا الكرام، قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من الشارع اليمني. خلال مسيرة هذه الجماعة الإرهابية نستطيع أن نقول أن الحوثيون يسعون بطريقة أو بأخرى إلى أن يعيدوا الإمامة إلى أذهان اليمنيين بعد أن تخلصوا منها منذ عقود طويلة. لكن ثقتنا بجبهة الوعي لدى اليمنيين أنها ستكون أقوى من محاولات الحوثيين، وأن هذه المحاولات اليائسة للحوثيين لن تستطيع أن تنال من شعبنا ولن تستطيع أن تضلله بطريقة أو بأخرى. دائما وأبدا منذ اطلاع ميليشيا الحوثي على محافظة تعز وعلى جميع الجمهورية ومقدرات الوطن، دائما تشدد على نفسها أو تقول على نفسها أو تقوم بترويج أفكار تأتينا أو تجعلنا نذهب إلى ما قبل الإمامة من جهل وتخلف، وكان آخرها الآن وهو الخمس الذي أتى وأصدر بقرار وقرار دستوري بالنسبة لهم أو قانوني بالنسبة لهم. دائما تحث ميليشيا الحوثي على إيجاد الجهل بقوة السلاح، وهذا ما نراه أيضا بتجنيد الأطفال وأيضا بالقتل وحصار محافظة تعز. بالنسبة للحوثيين عندما احتلوا اليمن ونشروا الجهل باستهدافهم للمدارس والأطفال وتجنيد الأطفال، وبالنسبة لآخر قرار اللي هو الخمس للمناطق المسيطرة عليها، هذه الأعمال تدل على رجوع اليمن إلى عصر الإمامة والتخلف الكهنوتية. أصبحت جماعة الحوثي دائما مشروعها مشروع الخراب، مشروع الدمار. هي تبحث عن إعادة اليمنيين إلى ما قبل الثورة، إلى عهد الإمامية، إلى عهد الظلام والتخلف. مشروعها واضح، من خلال تدمير المؤسسات الحكومية، من خلال تدمير المؤسسات التعليمية، من خلال تعطيل جميع سبل الحياة داخل المحافظات الجمهورية اليمنية. تعمد ميليشيا الحوثية إلى إعادة اليمنيين إلى عصر التخلف اقتصاديا وسياسيا وتعليميا من خلال. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه آراء الناس في الشارع اليمني، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. ومعنا الباحث والكاتب اليمني زايد جابر الذي يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ زايد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية، على ماذا يستند الحوثيين في فرض الخمس؟ ما هي الخلفية التاريخية الفكرية لمسألة الخمس؟ يعني الحقيقة هو جزء من إرثهم التاريخي والفكري والمذهبي. هذه الجماعة يعني أحيت فكرا وتراثا ومذهبا يقوم على هذه القضايا، وجذر هذه المسائل هو نظرتهم يعني على أنهم أفضل من غيرهم، وأن الله فضلهم وأصطفاهم، وأن لهم حقا إلهيا يعني في السلطة، ولهم تفضيل سياسي عبر احتكار الحكم في البطنين، اقتصادي عبر إيجاب الخمس من الأرباح والمكاسب ومن كل ما أخرجت الأرض لهم ولأفرادهم، اجتماعيا من خلال تميزهم
ووجوب حب الناس لهم وأنه ليس أحدا كفأ لهم علميا أيضا باحتكارهم العلم وأنهم ورثة الكتاب. هذه إجمالي هذه النظرية التي جاء بها الجد لما يقولون أنه جدهم الهادي يحيى بن الحسين الرسي الملقب بالهادي، وظلت متوارثة وتسعى إلى السلطة وتتمرد على النظام القائم وحكمت أحيانا وسقطت أحيانا، لكنها لم تمت لأنها قدمت على أنها عقيدة وعلى أنها يعني من أصول الدين، وبالتالي الحركة الحوثية لم تكن سوى طبعة جديدة من الهادوية إحياء استمر من بعد ثورة سبتمبر وتحديدا من بعد المصالحة الوطنية عام 70، وزادت وتيرته في عام 90 بعد قيام الوحدة وصولا إلى امتلاكهم السلاح وإلى يعني إسقاط الدولة، وكل في كل مرة يشعرون أنهم قد تمكنوا أكثر يخرجون جزء من هذه التي لا نقول أنها كانت مخفية أو مخفية، وإنما كانوا يدرسونها ويعلمونها شبابهم وطلابهم ويعني ذكروها في وثائقهم الفكرية وكتبهم، وكلما شعروا أنهم قد تمكنوا كلما يعني انتقلوا إلى محاولة شرعنة ذلك، وإن كان كلما يصدر منهم باطل، ولكن يعني افتضحوا وظهرت هذه الوثيقة المخجلة والمخزية ويعني الفضيحة الأخلاقية والإنسانية عبر تقسيم المجتمع اليمني يعني من خلال التقسيم العرقي لأبناء اليمن. نعم سيد زيد، أين هي المشكلة أو زايد عفوا أستاذ زايد المشكلة؟ هل هي في الحوثيين؟ هل هي في الأفكار الدينية لبعض الأطياف في المجتمع اليمني؟ لأنه كان من الملاحظ أن هنالك ناس محسوبين على التيار المثقف المتعلم خرج للقول على أن الخمس تمييز وصفه بالتمييز الإيجابي. يعني هي للأسف كما قلنا الأفكار هي يعني هذه الأفكار هي قديمة، وأفكار التفضيل وربما لها بعض يعني الفقه وما ورد في كتبه، لكن من قال أننا ملزمين بكل بما ورد في كتب الأقدمين؟ نحن معنا دستور ولا يعني نص على أن كل ثروات البلد يعني هي ملك الدولة، ولدينا قضايا المساواة وهي جوهر الإسلام والجوهر القانوني وحقوق الإنسان. للأسف أن هناك يعني بعض المثقفين الذي لا يجرأ أن يقول مثل هؤلاء يعني الحوثيين أو قياداتهم الذين ينطلقون بكل وضوح ويقولون الله فضلنا وهذا جزء من القرآن، فيحاولون تخفيف يعني مسميات هذه من خلال الحديث عن تمييز إيجابي أو أن هذه مما اختلف فيها أو أنها موجودة عند الطرف الآخر وغير ذلك، وهدفها التقليل من هذا الجرم الكبير ومن هذه الفضيحة الأخلاقية والدستورية والقانونية. ويعني للأسف أن البعض يعني قضية التمييز هذه التي توارثوها للأسف قرونا أصبح يعني لديها مصالح، ولهذا نجد بعضهم أصبح أقرب إلى الإلحاد، بل أنه لا يؤمن بالإسلام وربما انتقد النبي وانتقد القرآن، لكنه يرفض أن ينتقد العصبية السلالية والتمييز وآل البيت وعلي وما إلى ذلك، لأن هذه ترتبت عليها مكانة اجتماعية، ترتبت عليها مصالح، كثير منهم يعيش على الأوقات التي وقفها الناس المساكين على المكانة الاجتماعية المتميزة، تقبيل الناس للرؤوس وأقدام آبائهم وأجدادهم، هناك مصالح ترتبت عليها يدافع عنها الناس، بل أن يعني في اليمن وغير اليمن، يعني تخيل أن بعض أن هناك من خرج من هو أصبح مسيحي له ديانة أخرى ومع ذلك لا زال محتفظ بشجرة النسب ويباهي بنسبه العلوي ويقول أنه من آل البيت. هناك جماعات كبيرة وأسماء كثيرة، وبإمكان أي شخص أن يبحث عن قصيدة لأحدهم كان وزيرا في لبنان يعني يتباهى بعلي بن أبي طالب، وله قصيدة تشبه قصيدة يحيى بن حسين الرسي في الافتخار بجده علي بن أبي طالب وأن الحكم كان له وكذا، يعني جوزيف القاسم اسمه، ورغم أنه مسيحي. ولذلك نجد حتى لدينا بعضهم كان أصبح شيوعيا وبعضهم علمانيا وبعضهم، لكنهم يحاولون، وكم سمعنا وكم رأينا وهم يحاولون تقديم الحوثي على أنه حركة فتية وعلى أنه سيقضي على القوى التقليدية وكأنه كان حركة حداثية ديمقراطية، وهم يعلمون به، لا نقول تفاجأوا بعد ذلك لأنه معلوم منذ نشأته ومن قبل أن يصبح بهذه القوة ومن قبل أن يمتلك السلاح أفكاره كانت موجودة وكانوا يدافعون عليها باعتبار أن هذه حق فكري وحق مذهبي، فإذا ما اعترض أحد
قالوا أنت عنصري، وهذه من المغالطات التي يحاولون والإرهاب الفكري الذي يحاولون إسكات الناس به، أو ما يسمونها الآن العصبية. يعني الأمر وصل لأقبح من ذلك، هم يتهمون من يعترض على الخمس بأنه يعترض على الدين. يعني هي هذه من لأنهم كانوا يتوقعون، هم استغلوا قضية تدين المجتمع اليمني، وكأنه لما عملوا هذه اللائحة ظنوا لأنهم سيقولون أن هذه جزء من الدين، ويحاولوا يستغلوا بتأويلات مزيفة يعني لآيات قرآنية وبعض الأحاديث، بعضها موضوع وبعضها صحيح، يؤولونها كما يريدون، يظنون أن الناس سيسلموا لأنها دين وهذه كذوبة. حتى هذه القضايا لقد ولى زمن احتكارهم حتى للدين. الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بأن نأخذ فهم الدين من فلان أو علان. اليوم والحمد لله الناس تعلموا وأصبحوا يفهموا، وبإمكان أي شخص أن يبحث ويقارن ويصل إلى الحقيقة. ويعني ولا يمكن أن يقبل الناس مثل هذه الادعاءات أنها أصبحت جزء من الدين، ولذلك لقد فشلوا في هذه وإن حاولوا، لأن الناس يعرفون أنهم بهذا الكلام ليس فقط يظلمون اليمنيين ويبررون نهب أموالهم، وإنما يشوهون الإسلام ونبيه الكريم الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهم يقولوا لا هو جدنا وجاء يورث لنا. أي إساءة للنبي أكبر من هذا؟ نعم. إذن سيد زايد جابر الباحث والكاتب اليمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من كندا معنا، يحيى الجمعي. مرحبا بك يحيى، مساء الخير. يا مساء الخير أستاذ أمل، أهلا بك. أهلا بك يا سيد يحيى. كان هناك رد فعل قوي تجاه موضوع الخمس، بيانات قوية من كيانات وأحزاب وتيارات مختلفة، توحد الجميع بوصف هذا الأمر بالعنصرية. كيف تنظر لهذا الرد؟ هل هو وحده كفيل بإسقاط الأمر؟ في الحقيقة الأمر الرد جميل جدا، الفاضة الشعبية ضد قانون الخمس، لأنه قانون عنصري قسم الناس بناء على الطبقة وفضل طبقة الذي هم الهاشميين، أعطاهم 20% من مقدرات وأموال اليمنيين. ولكن هذه الفاضة ليست كفيلة وحدها، يجب أن يكون هناك قانون. وهذا مثل ما تكلمتي يا أستاذة، أنه البيانات كانت قوية، والبيانات ذكرت بيان المؤتمر الشعبي العام، بيانات جمع اليمني للإصلاح، وغير بيان مجلس النواب، كلها ذكرت وطالبت أنه بسن قانون. ونحن هنا يجب أن نذكر ما هو القانون الذي نحتاجه. نحن نحتاج إلى قانون يجرم التاريخ الإجرامي للأئمة الهاشميين الذي حكموا اليمن. ولكن من سيقوم بتطبيق القانون يحيى؟ من سيقوم بتطبيق القانون، القوانين اليمنية في اليمن جيدة أعتقد، ولكن لا توجد الجهة التي تقوم بتنفيذ القانون في اليمن. في الوضع الحالي نحن في حالة حرب وفي حالة وطن ممزق. نعم. هذا يجب أن نعترف بالحقيقة، ونحن في حالة نضال ضد قوى استعمارية. هؤلاء مستعمرين، يعني أفكارهم ليست أفكار يمنية، وأفكارهم ليست أفكار إسلامية، بل هي أفكار سلالية عنصرية. ولكننا في الوقت الحالي نحن نطالب، يعني نحن نتمنى أن تصل الوعي الشعبي الذي رأيناه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، ونشكر قناة بلجيف على تبني هذه المواضيع الذي ظهر في الأوساط اليمنية وعي جميل جدا. نحن نتمنى أن تصاغ هذه القوانين حتى نضمن عدم عودة الإمامة من جديد مرة أخرى. يعني لأنه شعبنا للأسف، أنه بعض الناس مثل ما قلت أنت في المقدمة، هناك من المثقفين الذين أنظروا للدفاع وقالوا هذه يعني عنصرية أو إيجابية أو ما إلى ذلك. سبب ظهور هذه مرة أخرى لأن احنا بعد ثورة 26 من سبتمبر لم نجرم تاريخ الأئمة في بلادنا، وأصبح الموضوع أنه عادي من الإمامة ترجع مرة أخرى، سواء بوجه حوثي أو بوجه بدر الدين أو بغطاء آل شرف الدين أو بيت الحمزي، فهم يظهرون كل فترة بغطاء جديد. يجب أن تستمر الوعي الشعبي، يجب أن تستمر الانتفاضة الشعبية، يجب أن نصل إلى المنظمات الدولية أن نكشف لهم حقيقة هذه الجماعة السلالية، هذه الجماعة الهاشمية التي تدعي النسب
لحكم الناس والسيطرة عليهم وأخذ أموالهم وأموالهم ونهب خيراتهم وقتلهم وسلبهم بدعوة ليست دينية. لا نستطيع أن نقول أنها دينية، بل هي سلالية أسرية فقط. أيضا على المنظمات والقنوات أن توصل الرأي والصوت الشعب اليمني للخارج. العالم انتفض بسبب عنصرية بسيطة جدا، إنه تمييز أو نوع من التمييز بين بسبب اللون البشرة، فما بالك نحن كلنا مسلمين ولا نفس اللغة ونفس البشرة ونفس كل شيء. ولكن نعم يحيى، بالحديث عن هذا التزامن، يحيى بالحديث مع هذا التزامن، أنه أتى الحراك اليمني لرفض الخمس مع الحراك العالمي لموضوع العنصرية، كيف يمكن لليمنيين استغلال هذا التزامن؟ في الحقيقة هناك تحركات الحل قامت في إخواننا في الولايات المتحدة الأمريكية اليمنيين بمختلف طوائفهم، في هذا هو الشيء الإيجابي، إنه نقدر نستغله إن إحنا نوصل حقيقة هذه الجماعة العنصرية السلالية للعالم، نظهر حقيقتهم، لأن ما قاموا به ما سمي قانون الخمس ويتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإعلان العالمي لمناهضة العنصرية لسنة 1964، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي. ويمكن من هذا الباب أن نستغله ونظهر حقيقة هذه الميليشيات لجميع المنظمات الدولية ومجلس الأمن. يمكن لليمنيين أيضا أن يقوموا بالوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الأمن وأمام المنظمات الدولية، وأن يشتغلوا على كل الأصعدة من أجل تجريم هذه الميليشيات الهاشمية العنصرية السلالية. لا زالت الميليشيات تتحرك في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا بحريتها. يجب أن نستغل هذا القانون الذي أصدره الحوثي ونظهر للعالم حقيقتهم. يجب أن تستغل سفاراتنا النائمة، يجب أن تشتغل في الخارج وتظهر حقيقة هذه الميليشيات السلالية. يجب أن نقول للعالم انظروا، عندما العالم كله ينتفض من أجل أنه تمييز بسيط بين البيضة والسود، عندنا من يميزنا ويدعي أن الله فضله وأن الله طهره وأن الله أعطاه رقاب اليمنيين وأن الله جعله أفضل من غيره وأن الله أعطاه 20% من مقدرات الشعب اليمني، ليس لشيء ولكن لأن جده قبل 1400 عام كان اسمه هاشم. نعم، إذا يحيى الجمعي كنت معي من كندا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من القاهرة، معنا الناشطة والصحفية اليمنية المعروفة وضحى مرشد. مرحبا بك وضحى، مساء الخير. مرحبا يا أمل، كيف الحال؟ وأهلا وسهلا بمشاهدي بلقيس. أهلا بك وضحى. على ماذا يراهن الحوثي كل فترة ليقوم بالإقدام على هكذا خطوة جريئة، بينما هو يدعي أنه يساير العالم للوصول إلى حل للقضية اليمنية والأزمة اليمنية، يذهب في نفس الوقت لهكذا خطوات جريئة وكبيرة، على ماذا يراهن؟ تقصدين الخمس؟ الخمس طبعا. يراهن على النص الديني، على تفسيره للنص الديني، ويراهن أيضا على مفهوم القداسة واستعلاء العرقي. إذ كان كل ما يقوم به يناقض الدستور والدولة الذي يحكم بموجب هذا الدستور ويدعي أنه الدولة. أيضا كان من الملاحظ رد الفعل العالمي، ربما لا يوجد أي رد فعل لا من المبعوث الأممي ولا من أي دولة تجاه هكذا خطوة يقوم بها الحوثيين. أنا شوفي، أعتقد أنه انه انتم لما تتكلموا انه يعني لازم يتعامل بالدستور، هذه في حد ذاتها يعني احسها مش منطقيه. هم في حد ذاتهم هم انقلاب، اوكي؟ كيف تريدين من انقلاب ان يتعامل بالدستور؟ وجودهم خطا. هو يسمي نفسه دوله. اما فيما يخص يسمي نفسه، ما هو يدعي انه دوله ويتصرف، هو انقلب. لم يتصرف كدولة في تاريخه منذ دخول صنعاء في عام 2014، لم يحدث أن تصرف الحوثيين كدولة على الإطلاق. بخصوص المبعوث الأمم، أعتقد أنه الحركة الخمس هذه في حد ذاتها وتوقيتها يعني
بس أنا نعيد التفكير في الموضوع. عادة الجبايات اللي بيأخذوها الحوثيين مش مقننة، يعني هم لا يحتاجون للقانون أصلا، هم لا يعملون يعني تحت مظلة القانون إذا كانوا يقتلون الناس في الشوارع داخل صنعاء. فكرة إنهم يعملوا هذه البروباغندا الإعلامية ويعملوا هذه الضجة والفوضى وكلنا يعني نتحمس مع الفكرة هذه، وكيف هذا القانون العنصري في الأخير الحوثي كان له أهداف وراء هذا الموضوع. واحد أخذ الخمس، وأخذه هو مش قانون، هو أخذ الخمس من فارق سعر العملة الأخير اللي حصل في صنعاء، وخصوصا العملة القديمة والجديدة لما التغيير فيها حصل على الخمس، أخذه بدون ما نعلم يعني أوريدي هو أخذه. الشيء الثاني بسبب مؤتمر المانحين الأخير كان يعني استخدم الخمس كورقة ضغط على المجتمع الدولي ليحصل على بعض الدولارات المؤتمر المانحين، وأعتقد أنه آخر لقاء كان لمحمد علي الحوثي على قناة البي بي سي في برنامج لا أذكر مع الإعلامية رشا قنديل، تحدث بمنتهى الصراحة والوضوح نحن نريد مساعداتنا كاش، نريد أموال. لماذا؟ ليرفد الجبهات، ليستمر في حرب يعني إبادة، حرب طويلة المدى بغير أي نوايا للسلام. إذن واضح ما هي خيارات المواطنين في الرفض، خاصة أنهم يقبعون تحت سلطتهم، تحت واقعهم، يعني من الذي يمكن أن يساند اليمنيين في الرفض؟ هو يعني أنا صعب أنظر على الناس اللي في الداخل لأنه الوضع كارثي، وفي قمع والسجون تمتلئ بالناس يعني معارضين وغير معارضين، لكن الوضع يعني لا أعتقد أنه الحل من الداخل بقدر ما يكون أنه تفعيل الموضوع إعلاميا في الخارج، يعني مخاطبة الإعلام الغربي، توضيح فكرة أنه فكرة الخمس في حد ذاتها هي فكرة عنصرية فيها يعني امتياز طبقي يمحي فكرة المواطنة والمساواة والتي كل ادعاءاتهم الكاذبة. وأعتقد أنه كمان كان في مداخل قبلي يتكلم في نفس الإطار، يجب أن نستغل يعني معاولة الحوثيين تقنين الخمس ويعني أنه يعبر عن طريق مجلس النواب، نستغل هذا الموضوع في أن احنا نخاطب الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي أنه لازم يتم تحريم وتجريم الهاشمية كحركة عنصرية سلالية كهنوتية آرية نازية كما تم تحريم النازية. نعم، إذن الصحفية والناشطة وضحى مرشد كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من إسطنبول، معنا الكاتب والباحث اليمني محمد المقبلي. مرحبا بك سيد محمد، مساء الخير محمد. أهلا أستاذ عمل. أهلا بك محمد. اشتعل اليمنيين في الداخل والخارج لرفض فكرة الخمس، أجمع الجميع على أنها عنصرية، على أنها عودة للإمامة. كيف ترى رد الفعل هذا؟ كيف هو وعي الشارع اليوم؟ في حقيقة الأمر هذه إثبات آخر إلى أن الشعب دائما يكون أكثر من النخب وأكثر من القوى التقليدية سباقا في فهم كل ما يهدد ذاته، سواء الذات الاقتصادية، الذات السياسية، الذات الاجتماعية، أو الذات المتعلقة بما يمكن أن نسميها بما تبقى من أمن قومي لليمن. ما حصل هو كان تهديد كامل لثروة الشعب المتعلقة يعني بخمس ثروة الشعب، تهديد أيضا أبعد وأخطر من أن يكون صدر على هيئة قانون، نستطيع القول أنه تهديد أشبه بتحويل اليمن إلى وطن قومي لبني هاشم يتقاطرون من كل دولة إلى اليمن لكي يأخذوا خمس ثروات هذا الشعب الفقير بدعوة آل البيت وبكثير من الدعوة. محمد، عند سؤال قيادة الحوثي مؤخرا عن موضوع الخمس ذهب الكثير منهم للقول أنه من يعترض على الخمس يعترض على الدين، هل باتت المشكلة بالدين؟ هل أصبح الدين أداة لاستعباد اليمنيين؟ نعم أمل، في حقيقة الأمر هذه الفئة عبر التاريخ استخدمت الدين
وكفرت كل اليمنيين على مدار التاريخ. هما ينطلقوا من البيت الشعري الشهير الذي قال: ومن قال الإمامة في سوانا كمن قال النبوة في سجاحي، أي أن أي شخص لا يقول بالإمامة لهم هو أشبه بسجاحة التي أدعت النبوة، وهذا أعلى ذروة التكفير. الأمر الآخر أيضا فتوى شهيرة يعمل لشخص يسمى المتوكل على الله إسماعيل، قال فيها: إن الله لا يحاسبني على ما أخذت من أموالهم، ويقصد بهم اليمنيين، ولكن يحاسبني على ما أبقيت لهم. لدرجة أن عمر الدول اليمنية ذات الأثر الحضاري، سواء الدور الصلاحية التي كانت عاصمتها جبلة بقيادة أروى صاحبة العبارة الشهيرة بين هؤلاء يطيف العيش، أو الدولة الرسولية في تعز، أو الدولة الطاهرية التي كانت تتركز في دمتوف البيضاء، كانت دائما تبحث عن مرتكز لدولة مدنية قائمة على التعدد والتنوع والتعايش خارج البيئة الإمامية التي كانت تكفر كل من لا يقول بالإمامة. والإمامة طبعا هي ثلاثة مستويات بشكل واضح للمشاهد الكريم: اقتصاديا قانون الخمس، أي نهب ثروات خمس اليمنيين، أما سياسيا فهي الولاية، وأما اجتماعيا فهي الاستضاء وتحويل فأمن الناس إلى سادة، وبالتالي كل من يخالفهم يكفره ويتم استخدام الدين. نعم، الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام اليمنيين محمد؟ والله أنا بصراحة أرى إن الحراك الفكري الذي الآن يعني نستطيع القول أنه بدأ يصل إلى ذروته سيمهد لثورة فكرية. اليمن بحاجة إلى ثورة إصلاح ديني، اليمن بحاجة إلى تحرير المفاهيم الدينية التي تستخدم لاستلاب اليمنيين، سواء عنصرية سياسية يستخدمها الهاشميين أو عنصرية اجتماعية ضد المرأة. وبالتالي كل أشكال الاستعلاء تبدأ من ثورة فكرية أرى أنها تتبخط الآن. وأنا قناعتي الشخصية وربما قناعة الكثير أن الثورة الفكرية ستختصر مأساة ألف سنة، ستختصر مأساة من دخول شخص يسمى الهادي الرسي في القرن الثالث الهجري في سنة 182. هذه الفكرة هي التي أسست للاستعلاء ببعدها السياسي والاقتصادي، ونقصد ذلك الإمامة على الصعيد السياسي، والاستعلاء الاقتصادي الخمس، والاستعلاء الاجتماعي ضد المرأة. لم تعرف المرأة أي تحقير إلا منذ دخول هذه الفئة. لماذا؟ لأن المرأة كانت حاكمة، ولأن المرأة كانت ملكة، ولأنها كانت جزء أساسي من القومية اليمنية. وبالتالي كل أشكال الاستعلاء الثلاثة تحتاجه اليمن إلى ثورة فكرية تؤسس الإصلاح ديني شامل، ما لم ستظل اليمن في مأساة للمأساة. نعم محمد، هل يدرك منهم في صف الحوثي خطورة هذا القرار، وأنه أيضا يشملهم، وأنهم أيضا متضررين منه؟ للأسف الشديد يا أمل لا يدركوا ولا يقرأوا التاريخ. دعيني أذكر لك نقطة في غاية الأهمية. حذر الزبيري في كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن في الفصل الأخير فيه من خطورة فكرة الإمامة على اليمنيين وعلى حتى على الهاشميين، لكن الهاشميين للأسف الشديد الذي تعلموا على حساب الجمهورية ودرسوا في أرقى جامعاتها لا يختلفوا شيئا عن عبد الملك الحوثي، بل إن البعض من خلال اللابتوب أسمى العنصرية بالتمييز الإيجابي، وبالتالي لا يختلف عن ألغام عبد الملك الحوثي وعن اللابتوب هذه الفئة. لماذا لم تدرك أهمية الاندماج في المجتمع اليمني؟ فتحت لهم كل الفرص. لقد أفرطنا طويلا في تدليل الهاشميين، طالبناهم أن يكونوا حزب، قبلناهم بالثورة، قبلناهم في الحوار الوطني، قلنا لهم أن المواطنة هي أفضل طريقة لنا ولهم، لكنهم بهذا القانون أسسوا لانقسام مجتمعي واضح بين اليمنيين والهاشميين، وعليهم أن يدفعوا ثمن هذا الانقسام. لماذا لو أن هنالك عقل، لماذا لا نلاحظ صوت، يعني صوت واحد عضو مجلس النواب وهو دائما كثير يجيد الدراما والتمثيل عندما قال أن قاموس أن قانون الخمس خطأ ودد بالتصفية من قريب عبد الملك الحوثي؟ إلى الآن لا يوجد أي صوت عاقل يمكن التعويل عليه داخل معسكر الحوثي. نعم، إذن محمد المقبلي شكرا جزيلا لك، كنت معي من اسطنبول الكاتب والباحث اليمني. مشاهدينا الكرام، هذه المرة اتصال من فرنسا معنا فؤاد عامر. مرحبا بك فؤاد، مساء الخير. مرحبا أستاذة بكي وبالجميع. فضل تسمعني؟ أي أسمعكم، تسمعوني؟ أسمعك الآن، مساء الخير فؤاد. كان رد الفعل من قبل اليمنيين على موضوع الخمس أجمع الكثير على أنها عنصرية وعودة للإمامة وجريمة بكل المقاييس،
ذهب الطرف الآخر لوصف من وصفوا الحوثيين بالعنصريين أنهم يمارسون العنصرية على الهاشميين، كيف يمكن الرد؟ هو قبل أن توصف بتوصيف عنصرية، عنصرية هو توصيف أقل من المستوى وتوصيف مغالط لحقيقة الوضع، توصيف صحيح لحقيقة الوضع في اليمن. الشعب اليمني يعيش عصر العبودية، لم يتحرر بعد الشعب اليمني، وكل فترة كان يتحرر فيها من حكم الأئمة. هناك 61 أو 62 إمام من حين دخل الهاشم الرئيسي منذ 1300 سنة، كانت تتوسع الدولة، دولة السلالة الهاشمية، وتمارس السيادة على اليمنيين وتستعبد اليمنيين في الحمص، في الولاية، في ثرواتهم، في إدارتهم، في السلطة والثروة. واليمنيون الساكتون متصالحون مع هذا الشيء، وبالتالي حقيقة هي ليست عنصرية، هي عبودية أولا. وبالتالي إذا استطعنا أن نوصف المشكلة بتوصيفها الصحيح سنستطيع أن نصل إلى الحل. لحد الآن لا يدور في نقاش على مستوى النخب، على مستوى المشاعر، على مستوى الجدال الديني الفارغ الذي نحول النقاش من نقاش يتعلق بعبودية من استعلاء جماعة على أمة، حولوه إلى نقاش في الفقهيات والدخول في تفاصيل الدين. لم نصل إلى مخرج. يعني النقاش سلاح الدين. الآن اليمنيون مستعبدون باسم الدين، وباعتبار اليمنيون عاطفتهم الدينية هي قديمة مرتبطة بتاريخهم، فإنهم لم يستطيعوا أن يدوروا لحد الآن فكرة أو نسخة دينية يمنية تتصالح مع طبيعتهم القومية، مع تطلعاتهم، بحيث تكون معبرة عن مصالحهم ولا تكون سببا في استعبادهم. لاحظي يا أستاذتي الكريمة أنه منذ عهد هال العنسي الذي رفض أن تؤتل الصدقات وثروات اليمنيين تذهب إلى قريش منذ ثورته العظيمة، وهو تم تكفيره من نشوان الحميري، من سعيد بن الفضل، من حتى ثورة 26 سبتمبر حتى اليوم يستخدم الدين لإهانة اليمنيين واستعبادهم. قبل يومين في البي بي سي رئيس المجلس الثوري لهم يقول لهم لا تناقشوا في هذه المسألة مذكورة في القرآن، وبالتالي ما دمتم قبلتم الإسلام دينا لكم أيها اليمنيون فأنتم تدفعون الخمس ونحن ولاية عليكم وأنتم عبيد أمامنا. هكذا بكل صراحة يقولها، وقالها في برنامجكم فضاء حر على قناة بلقيس قبل أسبوع تقريبا. أحد سيادتهم أيضا يقول نفس الشيء، وبالتالي هم يستندون يؤسسون على موروث ديني. والمشكلة أن اليمنيين جبناء في مقاربتهم للنص الديني. نحن بحاجة كما قال زميلي الآن أستاذنا محمد المقبلي أن اليمنيين الآن بحاجة إلى إصلاح ديني، وحتى والإصلاح الديني بمعناته أول خطواته هو في إعلان العلمانية. لن يكون هناك تحرر للشعب اليمني. الشعب اليمني هو أكثر شعب في العالم دفع ثمن الذل والاستعباد والحروب من 1300 سنة، بدل أن يكون موقعه هذا موقع لكي يتفاعل مع العالم، لكي يكون موقع لدولة كبرى ومؤثرة في التاريخ، لكي يكون مصدر رخاء وازدهار لأبنائه، أصبح لعن عليه بسبب وجود هذه السلالة التي تمارس الاستعباد على الشعب اليمني من 1300 سنة وباستخدام النصوص الدينية. ماذا يريدون؟ ما يريدون لا يوجد الآن بحسب طرحهم، لا يوجد حل الآن أمامهم سوى أن يخرج اليمنيون، لا نقول يدعون للإلحاد، ولكن ليقولوا نحن نريدها علمانية صريحة في الدستور، فصل الدين عن الدولة، لأن الحوثيين حتى في قانونهم الأخير. المشكلة أستاذ فؤاد أن هنالك المشكلة أستاذ فؤاد أن هنالك لدى اليمنيين شريحة واسعة من اليمنيين لديها رهاب من كلمة علمانية. لا، رهاب كلمة علمانية، كان لديهم رهاب من كلمة قومية، كان رهاب لديهم من رموز اليمن التاريخيين، كان لديهم رهاب من كلمة حبهل العنسي، كان لديهم رهاب من كلمة ديمقراطية قبل 20 سنة. هذه المسألة تحتاج بالتدريج، ستأتي بالتدريج، وهذا هو دور الإعلام، وهذا هو دور الناس ودور المثقفين في فتح مجال ومنافذ للناس للحل. لا يوجد معنا غير هذا الحل في التاريخ. نحن نريد نسخة يمنية للإسلام تتناسب مع قوميتنا، نسخة يمنية لا تتدخل فيها الدين في الشؤون العامة ولا في التعليم ولا في القوانين. يبقى دين روحي محرض على الخير، داعي لأداء الفضل والحسنات بين الناس. هذا هو الدين في نسخة الحديثة في كل دول العالم. وأي دين يقترب الآن يحاول بقدر ما يدخل الدين في تفاصيل حياتهم اليومية وحياتهم السياسية فإنه يتعرض لويلات ومشاكل وحروب وعبودية كما هو حال الشعب اليمني في الوقت الحاضر. نعم
أيضا أستاذ فؤاد، المواطن اليمني البسيط عندما توجه له جملة بهذا الطريقة، نحن نحتاج إلى دين يمني جديد يستوعب الخصائص اليمنية كبيرة عليه، أنت هو يقول يريدني أن أخرج من الإسلام أو يريد أن يفصل لي دين جديد. نحن فقط عندما نقول هل الدين أصبحت أداة لاستعباد اليمنيين، يظن أننا نريد إخراجهم من الدين أو إلى ما ذلك. كيف يمكن أن نفهم اليمني البسيط بأسلوب بسيط أنه عندما نتحدث أن الدين يستعبد أصبح تحول إلى أداة لاستعباد اليمنيين، عندما تذهب جماعة الحوثي لأخذ الأبناء من بيوتهم باسم الجهاد، عندما يقومون بالاستيلاء على ثرواتهم باسم الصدقة، باسم الزكاة، باسم الخمس، باسم الصمود، عندما يخرسون الناس، عندما يطالبون برواتبهم بأنه باسم الصمود ومواجهة العدوان، كيف يمكن أن نوصل الفكرة لليمني البسيط بطريقة يستوعبها؟ هو ما فيش مجال آخر إلا أن يمضي في هذا الاتجاه، اتجاه إصلاح الدين وإعادة تأويل الدين بما يخدم، وإعادة تأويل الدين الإسلامي بما يخدم مصلحتنا القومية ومصلحة الشعب اليمني، وهذا حق من حقوقنا. أنتم مثلا الآن في تركيا لديكم نسخة تركية من الدين الإسلامي تتوافق مع تطلعات الشعب التركي، لا تكون سببا في شقائهم، متصالحا مع مبادئ العلمانيه والدوله المدنيه. اذا زرت ايضا دوله اوروبيه مسلمه مثل البوسنه والهرسك، ومثلا في المانيا هناك نسخه البانيه ونسخه بوسنيه للدين متصالحه مع تاريخ وثقافه البلد وهويتهم وطبيعه عقدهم الاجتماعي، وليست تلك النسخه التي تسمح لاي كان من الجماعات الارهابيه سنيه او شيعيه لكي تخترق هذا البلد وتقوم باستعبادهم. نحن لا ندعو الناس الى الخروج من دينهم، ولكن نعيدهم، نحثهم على ان يكون لهم ان يبحثوا عن نسخه جديده من الدين، لا يتم ارهابهم باسم الدين، لا يتم استخدام الدين لاستعباد الشعب اليمني الذي يعيش اليوم حاله عبوديه كامله لاسره سلاليه تمتد من 1300 سنه وحتى اليوم، وحتى لن تنتهي حتى اليوم، لن تنتهي المشكله في يوم هذا بعد 20 سنه 30 سنه. هناك دوله، هناك عصابه عميقه، مثل اذا جاز لنا ان نستعير هذا المصطلح، مصطلح الدولة العميقة، هناك عصابة عميقة كلما دخلت اليمن فترة من الفترات في الدولة الرسولية مثلا عاشت فترة ازدهار، تبدا هذه الجماعة والسلالة بعصابتها العميقة من اجل اخضاع الناس حشد القبائل باستخدام الموردات الدينية، باستخدام الجوانب القبلية حشدهم لكي تقوم باستعبادهم. ثورة سبتمبر منذ عام 62 وحتى اليوم الجمهورية لم نكن نحس بهم، لا نحن ولا الاستخبارات ولا الأسد، لكنها كانت تعمل، عصابة كانت تعمل من أجل استعادته، وبالأخير نجحوا. إذا رؤية اليمنيين لازم أن تكون مستشعرة لما كان موجود من قبل 1300 سنة من خطورة ومتطلعة أيضا للمستقبل. وضحت الفكرة أستاذ، أعتذر على المقاطعة ولكن لم يعد لدينا وقت، ولدي ضيف ينتظر على الخط. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام معنا الآن حمزة الدعيس، مرحبا بك حمزة، مساء الخير. مساء الخير أستاذ أمل والمشاهدين الكرام، أهلا بك. ما هي الآن الخيارات المتاحة لليمنيين؟ ما هو الحل؟ من الذي بيده الإمكانية لدعم اليمنيين في رفض العنصرية والاستعباد الذي يمارسه الهاشميون والحوثيين الآن على اليمنيين؟ الحقيقة قبل ذلك يجب علينا أن نسمي الأمور مسمياتها. مشكلتنا هي ليست مع الحوثية فقط، مشكلتنا مع الهاشمية التي تطل علينا كل 40 سنة بوجه جديد، مرة باسم المتوكلين، ومرة باسم الهدويين، ومرة باسم القاسمين، واليوم باسم الحوثيين. كل مرة من خلال لقب من هذه الألقاب تختبئ الهاشمية خلف واحدة منها، لممارست كل عنصريتها وفرض حقها الإلهي على اليمنيين سياسيا بحكم اليمنيين، واقتصاديا من خلال السيطرة على موارد الشعب من خلال باسم الخمس، واجتماعيا من خلال نظرتهم الفوضى. الحل الوحيد لمواجهة هذا الخطاب الحوثي والسلالي العنصري هو خطاب القومية اليمنية. الخطاب الآن في الشارع، الخطاب الآن يتحمله الشعب، المسؤولية مسؤولة كل شاب وكل مثقف لمواجهة هذا الخطاب السلالي العنصري. نعم، وهل هذا كافي؟ هل سيخضع الحوثيين فقط لمجرد الرفض الشعبي؟ مسألة هو مش رفض شعبي، هي مجرد عبارة عن ثورة فكرية يقوم بها اليمنيون للانتصار لأنفسهم، للانتصار لهويتهم، لإعادة مفهوم الهوية اليمنية الذي جرفت ومزقت من قبل هذه السلالة.
الآن الشرعية غائبة، وإن حضرت وإن وجدت حضرت ببيانات لا تمثل ولا تفرض أي شيء أو قرارات جدية على الحوثيين. التعويل الوحيد حاليا في ظل هذا الوضع هو على الخطاب وخطاب التيار اليمين الأقيادي. نعم، إذن حمزة دعيس كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض التصريحات أيضا التي وصلت بخصوص هذا الموضوع من الشارع اليمني، نتابع. الإماميين أو الإماميون يعملون بكل جهد من أجل إعادة الأفكار السابقة، أفكار أجدادهم وحكم اليمن من جديد، ولكن في اعتقادي بعد مرور سنوات وهذه العقود كلها بعد ثورة 26 سبتمبر وهذه الثورة ثورة 14 أكتوبر والوحدة اليمنية وما حققه الجمهوريين وما تحقق لليمن، في اعتقادي أنه ما لا يستطيع الإماميون أن يعملوا، لكنهم سيعملوا مجاهدين من أجل مثلا إعادة بعض الأفكار زي الخمس. يمكن ولن يكون ولن أن يعود أن يعود الشعب اليمني إلى عهد الإمامة، ولن يقبل به بعد أن ذاق حلاوة الجمهورية ونظامها العادل وتحرر من العبودية قبل 55 عام، لن يعود إلى العبودية على الإطلاق، وسيقاتل الشعب اليمني عن بكرة أبيه ولن يرضى بالعبودية إطلاقا. وما يجري من الحوثيين الآن من الخمس وغيره هو محاولة استعباد جديدة، ولكن لن يقبلها الشعب اليمني وسيقاومها حتى النفس الأخير. بالنسبة لليمنيين لم يقبلوا أي شيء عليهم، لا خمس ولا هم معترفين حتى بالخمس ولا هم معترفين بالحوثة، جاء الشلة طرت البلاد هكذا، الآن الشرعية بتضربهم بيد من حديد. طبعا اليمن اليوم تمر في أخطر مرحلة، نحن أمام أخطر مشروع، لسنا أمام انقلاب عسكري، لسنا أمام انقلاب حتى على مستوى مجامع قبلية، نحن أمام مشروع سلالي عنصري له أكثر من 1200 سنة، مشروع قائم على اكتثاث الهوية، على تدمير الهوية الوطنية، على استبداله بهوية طائفية مناطقية دخيلة. نحن أمام غزو بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا الحوثيين كانوا جزء من المجتمع اليمني الذي استفاد من ثورة 26 سبتمبر والتخلص من الإمامة. عشنا جميعا اليمنيين في ظروف في عهد الإمامة في ظلام في بؤس في مرض في شقاء، كان اليمنيين بجميع فئاتهم يعانون نفس المعاناة، باستثناء ان هناك يعني طبقة من المجتمع تعيش، لكن كلها كانت اوضاع بائسة للجميع يعني. فجاءت الجمهورية وجاءت الثورة واعتز اليمنيون ورفعوا رؤوسهم عاليا وعاشوا في رغد العيش وركبوا السيارات وعاشوا في منازل نظيفة وتخلصوا من الأمراض. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر كل من كان ضيف كريم فيها، والشكر موصول لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي، ولكم على حسن المتابعة، في أمان الله.